هاي 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 واخد شي خطرك سني هادشي عارضن عليك حتى النهار الاخر يا بنت المدلوله ياكو عادرتي شي قناه في اليوتيوب ونجلس انا في الدار وصافي عليا اح اح اللي جابتو القدريش كيف نوفو دوماج يا عديمه الاحساس وتشطحي قدام الرجال الرقيه هذه هي التربيه والاخلاق وراجلي الياسيني تيخرج منتصب القامة يمشي مرفوع الهامة يمشي كرة تعطيني الصبع دابا مورايا دوماج الفرماج وفي العرس تطيري قولي انت هي الوزير هاوانا هاوانا داك الزين بلاني واربيو واربيو شوفي مرت حميد ملي جات وهي جالسة بكثرة تباتة اللي متبتة انا تصحابها مادة يديها للحنة تا شفت حميد العداوة عباد الله العيالات في العرس كاملين يقلبوا على رجالاتهم انت اللي كنتي عاد خلنا ودرتي راسك ما كتعرفينيش يتعشى ولا ما يتعشاش يدبر راسو وعطيه الموت اح وقالوا انا الزمان الرابح من المراه والخاسر من المراه ماشي اي مراه بحال تريكتك تريكت 400 مكمشه والبصله معقوده في السمك الله يعطيك الحكه وقلب الدفران قبل ما تاخدي فلوس الزروره الو حبيبي فينك الو ماما غي فينك عاش ديتيا الوداع حياتي شطيح في العرسه بعدا حلال هنا عندي في الدار حرام لا حقا كنحشم نو هادشي حرام وانتي في العرس كانوا غيعلقولك قبل ما ناخذك سولت عليك قالوا لي ما تتخرجش صدقتي انتي خارجه بزاف وجاتك عاديه قيد دخلي في وسط الغياطه ويدور عليك الغياط يبقى عليك رتت 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 عاديه عادي عندك رقية هاد اللقطة شوهتني رقية واش ضيجة دايرة الله يربيك ولا هادشي عا تخرج أول مرة صافي اللي راح تبغيك